سالي حبيبي. صباح الخير حبيبي. سعد لي صباحك. ليش نايمة هون على الكنباية حبيبتي؟ قلقت شوي طلعت شفت التي في خفيت هون. ايش عم تطلع فيني هيك؟ لا بس يعني هي أول مرة بشوفك عم تتضاربي. بصراحة شفت راس مهنتك. هو أنت كمان حبيبي لما شخرت وصل صوت شخيرك لراس الشارع. هلا انا بشخر؟ يعني لو ما كنت عم تشخر طول الليل فوق راسي كنت شفتني عم تعوب بهالطريقة؟ ليه عم تضحك؟ ولا شيء يا عمري، يلا روحي ساوي لنا قهوة يلا. اليوم دورك، انا امبارح سويتها. لا يا حبيبتي اليوم دورك وانا لسه بالظبط بدعني. اي أيوة وانا كمان لسه بدي رتب البيت وحضر لرسالة الماجستير، ما عندي وقت ضيعه لا هيك ولا هيك. خلص سالي، بشرب القهوة بمكتبي، خلاص خلاص. بيكون احسن. الرجل والمرأة مختلفان، أحدهما ليس أفضل من الآخر أو أسوأ منه، إنما مختلف عنه. أن نتقبل فكرة أن الآخر المختلف يعني أن نتقبل ألا يفكر هذا الآخر مثلنا وألا يتوقع ما نتوقعه نحن، وبالتالي ألا يستطيع أن يمنحنا ما ننتظره منه، لأنه لا يعرف إطلاقاً ما نريده، لأننا لم نطلبه منه بصراحة. عندئذ ندرك أنه لا يسيء إلينا بسبب لا مبالاته أو عدم خبرته أو طبعه السيء، إنما لأنه يجهل مقدار أهمية هذا الأمر أو ذاك بالنسبة إلينا نحن معشر النساء. مرحبا. أهلين. أهلين. في شيء؟ لا حبيبتي سلامتك ما في شيء. بس انت برايك هيك الوحده بتسلم على زوجها بس يرجع من الشغل؟ ما فهمت. لما كنا صغار ماما علمتنا انه بس يجي بابا من الشغل نقوم لعنده ونترك كل شيء من ايدنا مشان نسلم عليه. برافو حبيبي. وشو جاب سيره ابوك هلا؟ انت عم تحكي جد ولا عم تمزحي؟ ايوه يظهر ناوي تكمل حفله الصبح حبيبي. شو انت كانه مزاجك مضروب وحابب تعمل اكشن؟ لا حبيبي يا عمري انت، انا الشغل لفوق راسي اليوم ومو حابه اعمل ولا مشكله، لذلك انا رح اقوم نفذ وصيه الماما الله يخلي لنا اياها لما كان يجي بابا على البيت. رضى عني ابن عمي الله يوفقك. رضى عني. الله يرضى عليك يا فريال. مين هي فريال؟ حبيبي افتح الباب. حبيبي لسه ما خلصتي؟ دقيقة يا عمري. لك شو دقيقة يا عمري؟ جماعة وصلوا على الباب صار لك ساعة. ايه شو بنق؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا. شباب. أهلين مرت عمي. ليش ارتعبت لما شفتني؟ لا ما ارتعبت، صدر البيت لك مرت عمي. أهلا وسهلا. مساء الخير. سعد مساكي. يا سهلي إجا دمك. شو شو بكم؟ طالعين لمحل وانا عطلتكم شيء؟ لا ماما لوين بدنا نطلع؟ لقيت انه فصلت لي. يعني على وصول. حبيبي عماد قوم افتح الباب. لا حبيبتي دورة لانه انا فتحت لها لمرت عمي، قومي انت افتحي الباب. حبيبي انا كثير مشتاقت لها ماما. طيب قوم. شو بدينا؟ أنا وأنت وأنت وأنا كمان مو محرزة القصة. شو وين هلا؟ ماشي ماما أنا بجي لعندكم بوقت ثاني. عبد الله تعال سلم على تيتي أوان. تيتي لا تروحي أمانة علي. Thank you.
لعنا حبيبي. يا حبيبي شدت لك ماما. كأنه الشوبينج من لبنان أظرف وأوسع. بقى الله يرضى عليك ما بدي اياك تروحي على هيك محلات. بس حياتي أنت بتعرف إنه أنا ما بروح لمحلات هيك هيك. بعدين لبسي كلات وماركات ولو. بس أنا لو مرفيقتي هي اللي دلتني على هذا المحل اللي شفتك فيه بالصدفة ما كنت رحت عليه. أصلاً هو ما له ستايل. المهم على هيك محلات ما بقى بدي اياك تروحي. كل ما بدك شيء ننزل على بيروت ونجيبه او وصيلك عليه من برا. ما انبسطتي بمشوار اليوم؟ كثير. الله يخلي لي اياك يا رب. واللي بدك اياه بيصير. على صفحة لشهودة على الفيسبوك. تفضلي انطلقي في عالم التواصل الاجتماعي. يلا شبك ما انبسطتي؟ عادي.
ليكي شهد، على فكرة أنت كتير مملة لما هيك بتكتئبي، مملة بتصيري. بعدين أنا ما بحب الناس يلي بيضربوا بوز على الشبار هيك فجأة. حاجة بقى بلا طاقة سلبية يا. يا ربي، حتى الخناق ما فاد. طب ليكي ليكي ليكي، شو رأيك أعمل لك آد لصفحة الأبراج؟ بتصيري كل يوم تقري برجك، منيح هيك؟ ما بدي. هلا الأبراج كمان صار ما بدك؟ ماشي. شهودة، شو رأيك ضيف لك الأصدقاء اللي أجبرتيني هداك النهار ضيفهم على صفحتي؟ بشيلهم من وشي وبحط لك ياهم على صفحتك، أوكي؟ ما بدي. إيه أنا لو محلك بفكر بالموضوع. تعي شوفي شوفي، قربي قربي شوي. ليكي، في عندك هاد فحيح المرايا، أوكي ولا مو أوكي؟ طيب بطبوط متوحش، ضيفي لي هاد. يو، حتى لما قلتي لي ضيف لك صديق صار بدك حدا كله حزن وكآبة. إليكي شو اسمه؟ رومانسي حزين. شهودة، ها ها، شو رأيك بعطر الليل؟ تذكرتيه؟ هادي اللي دايما بحط لي قصائد وأشعار عندي على الصفحة. ليكو ليكو، معبي لي صفحتي أشعار رومانسية. ورجيني. ايه تذكرته. وضيفي لي هاي البنت، شكلها كتير حلو، شكلنا رح نصير كتير أصدقاء. أوكي ها. وهاي عملت لها كمان آد. شوفي ها، كل طلبات الصداقة انبعتت. مبسوطة هلا؟ المهم شهودة خانم تكون مبسوطة ورايقة وتطلع من مود الكآبة. تعالي أقول لك تعالي. طب شيني مملة، مملة أنت لما بتزعلي بتكتئبي، مملة. طب شيني. لا سلامتك. الله يسلمك. حبيبي ماما علم مهلك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي، شكرا. والله خفنا عليك كثير، الله يكسر ايديهم يعملوا فيك هيك. امين. بس معلش الله كبير. وين كنتوا؟ كنا على سالي اختها لريتا، رحنا نبارك لها. والله كبرتي يا سالي وصرتي عروس. كانت تجي لعندي هي وصغيره مشان مشط لها شعراتها. قال اما بتوجع لما بتمشط لها شعرات. شو تحكي لي الشروي غروي، كانت تسلمني كثير. سبحان الخلق شو كان دمها خفيف ومهضومة كثير كثير. ايه صارت عروس. هزري مين شفنا هونيك؟ مين؟ ام جورج. عن جد؟ ايه. شو صار؟ شو صار؟ ما نكشفتيها طايره من الفرح. بس لو تشوفيهم اول ما التقوا عبطوا بعض التنتين وبلشوا بكي وتبوي صباط. والله العظيم شيء بيقطع القلب. يا عمري شو تمرمرت وهي بعيدة عن أهلها؟ بتحبها ماما؟ شو بحبها؟ يا روحي معلقة فيها. الله يهدي النفوس يا أمي. الله يهدي النفوس. إن شاء الله أمي إن شاء الله. صحيح كيف شايفتي الوسيم؟ والله هو تعبان. بس عم يكابر لحتى ما يشغل لي بالي.